مساء الخير. اهلا مروه هانم. ده طارق بيه لسه مكلمني بيطمن على احمد، بس ما قالش ان انت جايه. انا اصلا ما قلتلوش، ما اتفقتش معاه. انت عارف غلاوه احمد عندي زي ابني بالظبط. ايه اللي حصل لاحمد يا مروه؟ معلش يا حبيبتي، معلش. اقدر ولطف، الحمد لله انا جت على كده. الحمد لله، هو لسه نايم. اصل المسكنات اللي بياخدها مخليه مش داري بالدنيا واللي فيها. انت عارفه ان هو نازف كتير قوي يا حبيب قلبي. ده لولا الولد اللي اسمه كريم اللي كان معاه نقله المستشفى، انا مش عارف كان جرى ايه. الحمد لله ان هو كان معاه. قولي لي، دينا عرفت؟ اصلا كلمتني في التليفون، انا ما ردتش عليها. لا لا لا، انا خبيت عليهم علشان ما يتخطوش. انت عارفه انها جات لي البيت وقعدت تتكلم معايا وعايزه بقى تفتح كلام والحركات اللي هي دي، وانا ما اديتهاش وش. يبقى احكي لي بعدين، انت اكيد تعبانه. تعبانه قوي، راسي هتنفجر من الصداع، عايزه اقيس الضغط. الف سلامه عليكي. الله يسلم. انا ينفع ادخل اشوفه؟ بس هو نايم. انا هطل عليه بس من بعيد. اتفضلي يا مروه. اتفضلي. كتر الف خيرك. يعني ايه يا ابني نفذت غلط؟ يعني يا باشا احنا كان غصب عننا. احنا عملنا كمين للواد قدام باب بيته. على بال ما الواد جه يا باشا كانت الدنيا زحمه وكانت الناس مغرقه الشوارع، يعني ما كانش ينفع نصطاده ساعتها. قلنا استنى شويه يمكن يرجع تاني. وعلى بال ما رجع يا باشا رجع ومعاه جدع. وبصراحه كده يا باشا انا بطل، والطلقه جت في الجدع. بس نصيبه والله العظيم نصيبه يا باشا. انت لا فايق وفاهم انت بتقول ايه ولا مبرشم؟ حكايتك ايه بالظبط؟ يا باشا انت اول مره تتعامل فيها معايا ولا ايه؟ ما انت عارف جعفر وبتتعامل معايا قبل كده كتير. دي اول مره ايده تخن وتجلي مني بصراحه يا باشا. انت اتجننت؟ هو انا بعتك تجيب لي علبه سجاير يا تلاقيها ما تلاقيش يا حيوان؟ اتهدى بالله محمود بيه، انا اعرف مين اللي اتضرب بالنار مكان الواد، واعرف اللي اسمه كريم ده فين دلوقتي، وهبعت جعفر يتعامل. ده على اساس ان احنا عايشين في البلد دي لوحدنا مفيش حد غيرنا، ها؟ الحاجات دي يا ابني انت وهو ما بتتعملش غير مره واحده بس. خطف وملهاش تاني. فهمت؟ يا باشا يا باشا قسما بالله بلا باشا بلا زفت. اسمع، انت تختفي انت والواد اللي معاك ومحدش يعرف طريقكم، وياك رجلك تهوي بناحيه الشركه لحد ما ابعت لك، فاهم؟ اتفضل غور. شد انت دلوقتي، شد. اتصرف يا فندم. هنعمل ايه دلوقتي يا باشا؟ غور انت كمان. ماشي يا باشا. لو كنت مت كنت هبقى انا اللي قتلتك، بس انا ما كنتش اعرف ان انت هناك. انا صحيح ما ربيتكش، صحيح فرطت فيك، بس مش هقتلك بايدي. انت طول السنين اللي فاتت كنت بتكبر قدام عيني، عودك بيتشد لحد ما بقيت راجل تفرح. يا ترى لو عرفت ان انا امك هتعمل ايه؟ ولو عرفت ان ابوك هو اللي كان السبب في الرصاصه اللي جت فيك هتعمل ايه؟ كويس ان انت ما طلعتش زيه ولا زيي. انت عارف اخر مره حضنتك فيها كانت اكتر من 20 سنه. نفسي اقولك ان انا امك وان اسمك علي وان ابوك ندل واني عملت كل ده عشان ما تدس في الرجلين واموت من الفقر والذل. انت عارف انا ما ندمتش ليه؟ عشان شايفاكوا قدام عيني، شايفاكوا عيال نظيفه، ولا سيره بتوسخكوا ولا فقر داس عليكوا. العشرة مليون بقوا 25، ولو فكرت تخلصي مني مرة تانية هسيب ورايا اللي يفضحك ويسجنك طول حياتك.